طابت اوقاتكم مشاهدينا الكرام، ننتقل بحضراتكم الان الى بث مباشر لنقل وقائع المؤتمر الصحفي لوزاره الدفاع السعوديه بشان الهجوم الذي تعرضت له منشات ارامكو النفطيه، فالى هناك. بنيتها التحتيه وفي ضوء هذه الاحداث سوف اخذ هذه الفرصه لاؤكد على الدور التخريبي الذي تلعبه ايران واذرعها في هذه المنطقه وحول العالم. منذ البدايه او منذ بدايه الانقلاب المدعوم الايراني في المنطقه شاهدنا نمو ملحوظ في العدوان الإيراني والذي وصل إلى الهجوم من الشمال قبل عدة أيام. إن هذا الهجوم لم يكن ضد المملكة العربية السعودية ولا ضد شركة أرامكو السعودية، ولكنه كان هجوما على المجتمع ومحاولة متعمدة لتعطيل الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة. كان هذا الاعتداء مضادا للقانون الدولي والمسؤولون يجب أن يحاسبوا على أفعالهم. إن اعتداء إيران ودعمها للمجموعات الإرهابية في طرق التجارة البحرية تشكل تهديدا لنا، تهديدا مشتركا لنا جميعا، ونحن ندعو المجتمع الدولي بالاعتراف في ممارسات إيران التخريبية في المنطقة ومسؤوليتها على الهجمات الأخرى. وفي هذا المؤتمر سوف أؤكد على جزئيتين أساسيتين في نتائجنا. الأول أنها هذا الهجوم من اليمن بالرغم من جهود إيران العظيمة لجعلها تظهر وكأنها انطلقت من اليمن، تعاونها مع ذراعها في المنطقة لخلق هذه الرواية المزيفة واضح وصريح. ثانيا أن هذا الهجوم قد نشأ من الشمال وبلا شك أنه كان مدعوما من إيران. إن الأدلة التي ستشاهدونها في عرضي الآن والمعروضة أمامكم لا تدع مجالا للشك. قبل أن نناقش تفاصيل هذا الهجوم سأبدأ ببعض الإحصائيات لإظهار الآثار السلبية للتأثير الإيراني في المنطقة. ما تشاهدون على الشريحة هي التدخل الإيراني لمهاجمة المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية بدعمهم لأذرعهم، وأن هذه الهجمات ضد مواطني المملكة العربية السعودية وبنيتها التحتية كانت عبارة عن أسلحة إيرانية، وذلك من خلال الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية والصواريخ كروز. ستشاهدون في الشريحة أن هناك أكثر من 113 مواطنا خسروا حياتهم بسبب هذه الأسلحة الإيرانية التي قدموها لأذرعهم في المنطقة. ستشاهدون الأضرار التي ألحقت بالأعيان المدنية والبنى التحتية المدنية في المملكة. الهجوم الذي حصل ضد منشأة بقيق ومنشأة خريص هو امتداد للهجمات السابقة التي حصلت في 14 مايو 2019، وستشاهدون أن النظام الإيراني يهاجم البنى التحتية المدنية، وأن هذا الظاهر أنهم يهاجمون الاقتصاد العالمي وطرق التجارة العالمية. هذا مثال للهجوم الذي حصل في 14 مايو 2019 ضد عفيف والدوادمي، المنشآت في عفيف والدوادمي. من التحقيقات التي أجريناها وقد شاركناها مع شركائنا وحلفائنا، تشاهدون نوع الطائرة المسيرة وهي إيرانية من نوع دلتا وينج التي تم استخدامها في الهجوم، وترونها هنا أمامكم معروضة أمامكم.
الهجوم على الهجوم على بقيق هو امتداد لذلك الهجوم في مايو، وتشاهدون أن بقيق هي من أكبر المنشآت البترولية في العالم، وأن هذا الهجوم لم يكن ضد المملكة العربية السعودية أو ضد شركة أرامكو، ولكنه هجوم على الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية. سنريكم بعض الصور التي حصلنا عليها من أنظمة المراقبة في المكان، والتي تثبت أن وتثبت نوع الطائرة المسيرة المستخدمة في هذا الهجوم. تشاهدون الآن الطائرة المسيرة والتي كان نطاق تحركها من الشمال إلى الجنوب، وخلال الكاميرا ستشاهدون إحدى الطائرات المسيرة تهاجم المنشأة، وأن اتجاهها كان من الشمال إلى الجنوب. هذا جزء من الأضرار التي ألحقت بمعمل بقيق باتجاه الشمال، وتشاهدون هنا بعض الأضرار التي حصلت داخل منشأة بقيق. النظام الإيراني لا يهاجم البنى التحتية، ولكنهم يهاجمون الأفراد المدنيين الذين يعملون في ذلك المكان، وتشاهدون في الجزء الأيمن من الشريحة النوع السلاح المستخدم في هذا الهجوم. هذه هي بعض الجزيئات التي قد قمنا بانتشالها من الأسلحة المستخدمة في بقيق وخريص. كما تشاهدون أنها طائرة مسيرة بصناعة إيرانية من نوع دلتا وينج. إن هذه القدرات التي يتم استخدامها ونظام التوضع العالمي في الهجوم ليزيد دقته، وهذه قدرة نوعية. وهذه هي بعض المكونات التي تم استعادتها من الموقع مع التحليل ودراسة الخبراء في وزارة الدفاع، وقد شاركناها مع حلفائنا. إن المعلومات التي تم استخراجها من الحواسيب تشير إلى أنها صناعة، أنها انطلقت إيرانياً، وأن التكنولوجيا المستخدمة في الطائرات المسيرة هي تكنولوجيا إيرانية. الهجوم الثاني على خريص، منشأة خريص كما تشاهدون أمامكم في الشريحة، هناك أضرار على المنشأة ومهاجمة المنشأة بصواريخ كروز أو الصواريخ الطوافة، وهذه هي بعض الأضرار التي ألحقت بالمنشأة، والتي تشير إلى دقة هذا الهجوم باستخدام قدرات نوعية في صواريخ كروز الطوافة. وهذه هي بعض الأجزاء التي تم استعادتها من الموقع، وأحد هذه المكونات تشاهدونه أمامكم تاريخ تصنيع في 2019، ونحن نعلم أن الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في فبراير الماضي أنهم يملكون آخر نسخة من صواريخ كروز الطوافة والنوع يا علي. هذا هو النموذج الأولي من صاروخ يا علي، إلا أن كل المعلومات والحقائق التي نمتلكها واستعدناها من الموقع تشير إلى قدرة نوعية تم تطويرها من قبل النظام الإيراني للحصول على هذه الأسلحة لاستخدامها ضد البنى التحتية في المملكة العربية السعودية. إن بعض الأجزاء التي تشاهدونها الآن تمت استعادتها، وفي الهجوم هناك ثلاث صواريخ كروز سقطت قبل الهدف وكانت اتجاهها من الشمال إلى الجنوب، وقد استعدنا كل الثلاث صواريخ باستثناء واحد، ونحن نعمل الآن عليها لأنها تحتوي على متفجرات، وسنريها سنعرضها لكم كصورة. وهذا صاروخ كروز آخر من الثلاثة، من الاثنين قمنا باستعادته من الثلاثة وقد قمنا بفحصه، ولدينا بعض المعلومات التي قد تشير إلى مصدر هذا المكون الذي تم إعطائه للنظام الإيراني. الثالث
You can see it, and you see the component. كما تشاهدون المكونات والتي توافق النوع المستخدم من صاروخ كروز يا علي. So the wave of attack. تشاهدون موجة الهجوم في بقيق وفي خريص. Against بقيق. ضد بقيق النظام الإيراني هاجم المنشأة بثمانية عشر طائرة مسيرة وهاجم خريص بأربعة صواريخ كروز وهذاك الثلاث صواريخ التي سقطت قبل أن تصل إلى خريص والمجموع الكلي هو 18 طائرة مسيرة وسبعة صواريخ كروز والمجموع الكلي هو 25 طائرة مسيرة و 25 طائرة مسيرة وصواريخ كروز. إن هذا الهجوم كان ممنهجا لتدمير البنى التحتية. إن الطائرات المسيرة وصواريخ كروز التي استخدمت في الهجوم تظهر قدرة نوعية. أن التشابه ما بين الصواريخ ما بين الطائرات المسيرة المستخدمة في الهجوم ضد عفيف والدوادم وتلك التي في بقيق وإن تحليل البيانات في الهجوم في مواقع الهجوم تشير لأن هذه الأسلحة أسلحة إيرانية إن مكان إطلاق هذا الهجوم لا يمكن أن يكون تم من اليمن كما ادعت أذرع النظام الإيراني بأنها بين مسؤوليتها عن هذا الهجوم وهذا لا هؤلاء ليسوا هم أهل اليمن بل هؤلاء أناس يتبعون النظام الإيراني وهم يأخذون أوامرهم من النظام الإيراني والحرس الثوري الإيراني ويريدون أن يغطوا على الهجوم الإرهابي الذي تم من قبل الحرس الثوري الإيراني إضافة إلى هذا أن القدرات التي يتم إطلاقها من اليمن لا تتوافق مع المسافة الكبيرة لهذا الهجوم إن قدرات صواريخ كروز المستخدمة لا يمكن أن تكون قد أتت من أذرع إيران في اليمن وأن اتجاه الهجوم على هذه المواقع يشير إلى هجوم من الشمال إلى الجنوب إن الصواريخ الثلاثة التي وقعت قبل أن تصيب هدفها قد تم برمجتها لمهاجمة موقع بقيق عندما نجمع المسافة بشكل كامل ننظر على بقيق كقدرة للطائرات المسيرة هي 1200 كيلومتر وبالنسبة لصواريخ كروز هي تقريبا 700 كيلومتر ونحن نعلم من التحليل كما ذكرنا أن تم مهاجمة خريص بصواريخ كروز وعندنا عدة أسلحة قد هاجمت بقيق وخريص صواريخ كروز من المستحيل أن تكون قد نشأت من اليمن كما شاهدتم وعرضت لكم وإنها ليست من المنطقة التي قد تم التي سيطرت عليها الميليشيا الحوثية كما أعلنت مسؤوليتها عن هذا الحادث وهذا مستحيل وإذا نظرنا إلى بقيق والمسافة وبالنسبة لأنواع الأسلحة المستخدمة الصواريخ المسيرة دلتا وينغ وصواريخ كروز أن تلك القدرات لم يكن بإمكان إطلاقها من اليمن وأنها خارج نطاق الطائرات المسيرة فيما لو تم إطلاقها من تلك المنطقة التي تسيطر عليها الميليشيا الحوثية وبالنسبة للخريص كما عرضنا لكم أنه هناك أربع صواريخ كروز والتي تشير إلى 700 كيلومتر والتي تثبت بأن الهجوم قد كان متحركا من الشمال إلى الجنوب وفي نفس الوقت وفي نفس الخط كما في نفس خط تلك الثلاث صواريخ التي وقعت قبل أن تصيب هدفها The direction of attack is coming from the north. This is an example for a facility. كما تشاهدون أمامكم أحد الأدلة أنها الأسلحة قدمت من الشمال وتشير هذه إلى القدرة النوعية التي تم استخدامها والدراسة الجيدة للهدف عندما أتت من اتجاه الهجوم وأن هذا الهجوم لم يأتي من الجنوب وهذا بالضرورة يعني أننا قارنا هذا الهجوم بالهجوم الذي حصل لخريص
دعوني أمر سريعا على ما ترونه معروضا أمامكم، أن هذه هي الأنواع من الأسلحة التي يستخدمها النظام الإيراني والحرس الثوري الإيراني ضد المدنيين والبنى التحتية المدنية التي هاجمت المملكة العربية السعودية في مايو الماضي وقبل 4 أيام كذلك. هذه الطائرة المسيرة هي من صناعة إيرانية من نوع دلتا وينج، وكل المكونات التي استعدناها وحللناها عبر خبرائنا تشير إلى أن هذه القدرة من قدرات النظام الإيراني. وتشاهدون هنا الحطام لأحد الصواريخ، صواريخ كروز التي سقطت قبل أن تصيب هدفها في بيج. وفي الجهة الأخرى هذا هو ما استخدم في الهجوم على منشأة خريص، وتم استخدام 4 صواريخ كروز، وهذه بعض النماذج التي أظهرناها لكم، وقد قمنا بتحليلنا لهذه الأسلحة. ما ترونه هنا هذه الصواريخ التي تم توجيهها لبقيل وسقطت قبل أن تصيب هدفها، وقد استعدنا وقد استعد 2 منهم، وخبراؤنا يعملون الآن على نزع العبوة الانفجارية، عالية الانفجار من هذا السلاح. كما تشاهدون هذه الأسلحة تم استعادتها، كما تشاهدون هناك 7 طائرات مسيرة مشابهة لتلك التي تم استخدامها في الهجوم على عفيف والدوادمي في مايو الماضي. هي ذات المكونات، ذات العناصر، ذات القدرة النوعية لنظام التموضع العالمي، والبيانات التي تم برمجتها في داخل هذه الطائرة، ونحن مستمرون في تحقيقاتنا لتحديد مكان إطلاق تلك الطائرات المسيرة وصواريخ كروز بالضبط. هذه هي من تلك الصواريخ التي لم تصب بجيك وسقطت قبلها، ونحن نعمل حاليا على مشاركة المعلومات التي نمتلكها من المعلومات من الشرائح الإلكترونية مع خبراء الأمم المتحدة، وسنشاركها مع حلفائنا. سأكون سعيدا بأخذ أسئلتكم. تفضل نيك. Would you please? Thank you. My question is twofold. What is it about these missiles and UAVs that... إذن مشاهدينا الكرام، كنا معكم وهذا البث المباشر لنقل وقاع المؤتمر الصحفي لوزارة الدفاع السعودية بشأن الهجوم الذي تعرضت له منشآت أرامكو النفطية. وكان قد شاهدنا المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي، وهو أبرز ما تحدث به وجاء في هذا المؤتمر الصحفي على لسانه، أن هذا الهجوم لم يأتي أو لم تطلق الصواريخ أو لم تنطلق الطائرة المسيرة إلا من الشمال، لم تنطلق من اليمن. هذا الهجوم لم يكن ضد المملكة وشركة أرامكو، وإنما استهدف الاقتصاد العالمي واقتصاد الطاقة والمجتمع الدولي. والاعتداء الإيراني والدعم للمجموعات الإرهابية كانت تستهدف طرق التجارة البحرية لتشكل تهديدا مشتركا للمجتمع الدولي. أيضا نوه المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية إلى أن الهجوم هو امتداد لهجمات سابقة كانت قد تعرضت لها المملكة العربية السعودية في شهر أيار الماضي، واستهدفت البناء التحتية، وكانت بقايا الصواريخ التي أطلقت واستهدفت البناء التحتية قد قدمت أيضا كأدلة، كما قدم أيضا صورا قدم فيها أدلة على أن هذه الصواريخ تمتلك إمكانية عائلة وقدرة عالية، وأنها لم تنطلق من اليمن وإنما انطلقت من الشمال. ونوه أيضا إلى أن الهجوم يعني قد قدم من خلال التصوير والصور التي قدمها أن الطائرة المسيرة ظهرت باتجاهها وهي تنطلق من الشمال إلى الجنوب،
وقدم أيضا صورا لحطام هذه الطائرة المسيرة وما يؤكد دقة هذا الهجوم الذي استهدف أو استخدم فيه صواريخ من نوع كروز. تمتلك هذه الصواريخ قدرة نوعية واستخدمت لاستهداف منشآت أرامكو النفطية. أيضا نوه إلى أن تشابه هذا الهجوم مع الهجمات السابقة التي حصلت في شهر مايو الماضي أيضا، وقدم أيضا الصور والأدلة على ذلك، وأن هذه الطائرات هي طائرات إيرانية مسيرة من نوع دلتا وينج، استخدمت أيضا من قبل النظام الإيراني لاستهداف السعودية. معنا عبر الهاتف ينضم إلينا الأستاذ فالح الموسوي الخبير العسكري والأمني، ينضم إلينا من مالمو. أستاذ فالح الموسوي مرحبا بك. أستاذ فالح الموسوي مرحبا بك. يا أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ فالح. يعني مع عرض وزارة الدفاع السعودية أدلة تثبت تورط النظام الإيراني بالهجوم على منشآت أرامكو النفطية، يعني من وجهة نظرك يعني ما هي الخطوة التالية، ما الذي تتوقع أن تكون؟ أولا الحمد لله أنه اكتشفوا الآن أنه هاي إيران وميليشيات إيران، يعني ثبت عيد. الخطوة الثانية أنه هاي الخطوة الأولى تثبتها السعودية العربية السعودية بهذا المؤتمر الصحفي هي خطوة على طريق أعتقد معاقبة إيران أو حشد رأي عام أمريكي وعالمي التوجه لضرب إيران أو مفاصل من المنشآت النفطية الإيرانية أو المنشآت العسكرية الإيرانية وبالذات صواريخ كروز. هذه الخطوة نعتبرها خطوة متقدمة على طريق إيجاد حل لهذه المنطقة اللي تحتلها إيران، وهذه المنطقة اللي خضعت لولايات إيران منذ 16 عام ولحد الآن. أنا اللي أعتقد أنه هذه خطوة متقدمة أمريكياً وسعودياً وعربياً، هذا مؤتمر صحفي وراح يؤدي إلى شيء ما، لكن بالوقت نفسه أتمنى على الأخوان العراقيين أن لا يحملون العربية السعودية أكثر مما تتحمل. طيب اسمح لي سأعود إليك أستاذ فالح الموسوي، اسمح لي أن أرحب بضيفي الأستاذ محمد مجيد الأحوازي ينضم إلينا من ستوكهولم. مرحبا بك أستاذ محمد. سهلا. أستاذ محمد، يعني تحدث الأستاذ فالح الموسوي عن أن هذه ربما تمثل أو هذا ما توصل إليه أو توصل إليه في المؤتمر الصحفي ومعرض تمثل خطوة ربما لضرب إيران أمريكيا أو لحشد الرأي العام والمجتمع الدولي لاستهداف منشآت عسكرية إيرانية، هل تتوقع وإلى مدى تتوقع وتتفق مع هذا الرأي؟ طبعا تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية السعودية كان واضحا، وهو يريد أن يحمل المجتمع الدولي مسؤولية الردع أو يشارك في عمليات الردع أو في موقف رادع على النظام الإيراني بعد الهجوم الذي تعرضت للسعودية. هذا يؤكد بأنه حتى الآن لا توجد هنالك معالم أو مواقف صريحة وواضحة للرد عسكريا وبصورة مباشرة على إيران. طبعا احنا قبل قليل أكد الرئيس الأمريكي بأنه أوعز إلى وزارة الخزانة الأمريكية بفرض مزيد من العقوبات على إيران، ونحن نعلم بأن استهداف المنشآت النفطية السعودية هو بسبب العقوبات الأمريكية، يعني إيران استهدفت السعودية بسبب العقوبات الأمريكية التي فرضتها على إيران. يعني فرض المزيد من العقوبات هو أنت تدفع إيران بتنفيذ المزيد من الهجمات. يعني لا يمكن مواجهة دولة
تتصرف بسياسة مارقة. يعني إذا كانت إيران تستهدف منشآت يعني نفطية تمثل يعني الاقتصاد العالمي أو اقتصاد أو التجارة العالمية مثل ما تحدث المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، يعني هل تعتقد أن العالم سيبقى مكتوف الأيدي تجاه هذه الهجمات، والتي يتوقع محللون لو لم تحاسب إيران عليها ستستمر باستهداف منشآت سعودية؟ عندما نتحدث عن الموقف المجتمع الدولي، الموقف الأمريكي واضح هو أداء إيران. الموقف الأوروبي، يعني نعرف الموقف الأوروبي مرتبط بعدة عوامل، منها خلاف الاتحاد الأوروبي والفرنسيين والألمان مع الإدارة الأمريكية، وموقفهم من علاقتهم التجارية مع إيران، وموقفهم الداعم للاتفاق النووي. كل ذلك يدفع الأوروبيين بالتريف أو اتخاذ يعني موقف غير صارم. لذلك يعني على السعودية تدرك أن تماما بأنه لا تنتظر من المجتمع الدولي ومن الاتحاد الأوروبي وحتى الأمريكان يتخذون خطوة عسكرية لردع الهجوم. شكرا لك أستاذ محمد مجيد الأحوازي. في دقيقة واحدة أستاذ فالح الموسوي، يعني ما قراءتك لما سيكون مستقبلا؟ هل تتوقع أن يكون هناك ضربة قريبة لإيران، أم أن الأمر سيتم تأجيله؟ أنا أختلف مع الزميل بستوكهولم. ضربة قائمة لإيران وضربة دقيقة جدا لإيران، وهاي كلها تهيئة وتعبئة لضربة إيران. وإحنا كعرب وكعراقيين علينا أن لا نحمل السعودية ولا نطلب من العربية السعودية أن تصرف منفردهم. لا نورط العربية السعودية. المجتمع العالمي دا يتضرر، الاقتصاد العالمي دا يتضرر. ثلاثة وفارزة خمسة من الاقتصاد العالمي تضرر بهاي الضربة. إيران تدفع باتجاه الحرب، إيران تريد الحرب، لكن تعتقد انه بسبب الانتخابات وانه مجلس الشيوخ والديمقراطيين والجمهوري. انا اطمئن كل من يريد ان تضرب ايران وتسحق ايران بالبساطيل بان ايران ستضرب وقريبا جدا والايام بعيده. نعم، نشكرك شكرا جزيلا الاستاذ فالح الموسوي الخبير العسكري والامني، كنت معنا من مالمو. والشكر موصول ايضا للاستاذ محمد مجيد الاحوازي، كان معنا عبر الهاتف من ستوكهولم. مشاهدينا الكرام، كنا وإياكم بهذه التغطية المباشرة لنقل وقائع المؤتمر الصحفي لوزارة الدفاع السعودية بشأن الهجوم الذي تعرضت له منشآت أرامكو النفطية، وبعد استماعنا لتحليل المحللين السياسيين وتوقعاتهم ووجهات نظرهم. نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.